اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وللسنة الخامسة على التوالي قرارا يزكي قرارات مجلس الأمن فيما يخص الصحراء المغربية، ويؤكد من جديد على مقومات الحل السياسي الواقعي المتفاوض عليه والمقبول من كل الأطراف. وبالنسبة للمغرب لا يمكن لهذا الحل أن يكون مقبولا إلا إذا أمن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للمملكة. ولعل ما يمكن استخلاصه من هذه الدورة الأشياء الأربع الآتية: أولا الأداء المتميز والحضور الفعال لإخواننا الذين جاءوا من الأقاليم الجنوبية ليشهدوا أمام الأمم المتحدة على واقع الأمور في الأقاليم الجنوبية ومدى التقدم الحاصل فيها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والثقافية، خصوصا على ضوء المكاسب التي أتى بها الدستور الجديد. ثانيا تركيز العديد من الوفود وخاصة الإفريقية منها على أهمية مبادرة الحكم الذاتي كإطار ناجع وواقعي لحل هذا الخلاف المصطنع، وعلى معاناة إخواننا في المخيمات، وعلى الإصلاحات العميقة والبعيدة المدى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله. الاستخلاص الثالث وهو مطالبة الكثير من الدول التي تمثل قارات مختلفة بإحصاء سكان المخيمات في أفق عودتهم إلى أهلهم وذويهم، وذلك طبقا للقانون الدولي والالتزامات التي أخذتها الجزائر على عاتقها. رابعا وأخيرا وعي المجتمع الدولي بمخاطر التحديات التي تجابهها المنطقة في جنوب الصحراء، وضرورة إيجاد الحل السياسي المنشود حتى يتسنى للدول المغاربية الخمس مواجهة هذه التحديات بفعالية وبتكاثف الجهود.